فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه التونسيه. اهم زوز عناوين ومواعيد اليوم منتظره: قرعه الكاف وايضا الظهور الثاني لأنس جابر في ويمبلدون. البداية بقرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في المغرب 2025 واللي بشتم اليوم في جوهانسبورغ في وسط نهار تقريبا بين ماضي ساعة ونص. 48 منتخب 12 مجموعة بأربع مجموعات، وتونس موجودة في التصنيف الأول إضافة للمغرب، مصر، السنغال، الكوت ديفوار، نيجيريا، الجزائر، الكامرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية وغانا. دائما افريقيا النسخه الثانيه من الافريكان فوتبول ليغ ممكن تلعب في السنه القادمه. نذكركم انه النسخه الاولى كان فاز بها سان داونز من جنوب افريقيا، ومنتظر في المشاركه القادمه 16 فريق هما اللي باش يكونوا الافضل بطبيعه في القاره الافريقيه على مدى سنوات، من بينهم الترجي الرياضي التونسي، الاهلي والزمالك، سان داونز، مازيمبي، الرجاء والوداد. شفتوا احنا نادي واحد، لكن استنوا انه قبل الاعلان ممكن فما اسم تونسي اخر باش يكون موجود من هنا 2025، لكن قبل بطبيعه باش يتم ذكر الاسماء لانه منتظر ثلاثه انديه مغربيه، ثلاثه انديه مصريه، فاحنا نادي واحد الترجي الرياضي التونسي. شويه بالنسبه للمسابقه هذه قلت ثلاثه انديه مغربيه، الرجاء والوداد وفما نهضه بركان، ومن مصر بخلاف الاهلي والزمالك منتظر ايضا فريق بيراميدز. بطولة الفلوس بتبيعة، وكما قلت نستنيو اسم تونسي آخر. الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية في الموسم القادم، موسم قادم توتورة، ولأنه الأدوار التمهيدية باش تكون في وسط أوت، المهم الأندية هذه تحاول توفر نفسها كل ظروف النجاح، وخاصة الملعب اللي باش يكون مؤهل تفاديا لمختلف التنقلات. النادي الرياضي الصفاقسي المتأهل لكأس الكونفدرالية يعمل على أنه يجعل ملعب طيب المهيري بصفاقس مؤهل ويتطابق مع كراس شروط الكاف. نستنوا إذن اجتماعات النادي وموافقة البلدية والبدء في الأشغال قبل زيارة وفد الكاف. برشا ملفات مفتوحة بين قاعة الندوات الصحفية، المدارج وأيضا الإنارة. أبقى مع الأندية المشاركة في المسابقات الأفريقية، الملعب التونسي صاحب كأس تونس واللي بيشارك أيضا في مسابقة الكاف، هو أيضا في صراع مع الوقت، المهلة مهلة الخلاص من هنا الغدوة الجمعة، وفريق الملعب التونسي يستعد كما يجب بطبيعة لبداية الموسم. وكان ضم في الساعات القليلة الماضية لاعب الترجي الرياضي التونسي زياد بريمة لمدة 3 سنوات. زياد بريمة فرصة على الأقل أنه يلعب فريق الملعب التونسي لأنه قعد برشا على البنك. النجم الساحلي هو أيضا يسعى لتسوية ملفات عالقة لرفع عقوبة المنع من الانتداب، وزوز ملفات ثقال برشا هما حسين بن عيادة وكوليبالي. الملعب التونسي ووجود اللاعب زياد بريمة في بداية الموسم، أيضا أندية أخرى تستعد كما شبيبة العمران اللي مازالت كيف صعدت بتبيع على الرابطة الأولانية وانطلقت في الانتدابات، مالك جمال، صبري الخميسي، ومحمد المرسني في الفريق. ويمبلدون اليوم تقريبا ماضي ساعة، قبل شوية بعد شوية تعرفوا مقابلات تنطلق في تنس، ممكن توفى في ساعة متأخرة. المهم إن شاء الله الظهور يكون ناجح لأنس جابر، هو الظهور الثاني أمام المرة هذه أمام الأمريكية روبن مونتغومري. الأمريكية هذه ترتيبها في الدوبل في تي 161، نستناو 2-0 تقريبا نفس القيمة ولا نفس المستوى اليابانية مويوكا اللي كان فزت عليها في أقل من ساعة بزوز مجموعات صفر. الصعوبات بالنسبة للأنس إن شاء الله إذا كانت عادة اليوم تبدأ في الدورة الثالث مبدئيا مع إلينا زفيتولينا الأوكرانية 21 في العالم، اليوم تلعب ضد نيمار الألمانية ترتيبها 90. حكيت لكم سابقا على خروج سابالينكا وأزارينكا بتبيعة من المقابلة الأولانية بسبب الإصابة، ما الحقيقة مازالوا برشا كبارات كيما بادوزا، بيغولا، أوستابينكو، كولينز، جفيانتيك أيضا مازالت موجودة، وخاصة ريباكينا اللي كانت خسرت قدامها سنة 2022 الزوز بتبيعة الدورات الأخرانية خسرتهم أمام ريباكينا وأيضا فوندروسوفا. لورو ودور الربع النهائي والقمم المنتظرة، جاو زوز قمم من نهار الجمعة، ألمانيا ضد إسبانيا 5 و8 متاع الليل، البرتغال ضد فرنسا، فرنسا لقات برشا صعوبات وشفناها تأكدت خاصة في مقابلة بلجيكيا، باش يكون غياب رابيو مؤثر وإلا لا، المهم المعاوض نتاعو باش يكون كامافينغا. وفي الجهة المقابلة أيضا البرتغال كانت لقات برشا صعوبات، هي أيضا تذكروا مقابلة سلوفينيا والترشح الدرامي.
منتدى المقابلة بشكون بإثارة كبيرة وفي تفكيرنا الناس الكل نهائي لورو سنة 2016 لقاء جديد بين مبابي وكريستيانو رونالدو واللي زاد شعلها الريال في ساعات الأخرانية بعد ما قالوا أنه نهار 16 جويلية عامل احتفال واستقبال كبير للمنتدى بجديد كيليان مبابي بشي نسيهم في الاستقبال وقت ما جاء كريستيانو رونالدو. لكن حتى حد ما ينجم ينسى كريستيانو رونالدو وننتظر بشوق بالتأكيد لقاء الماضي والحاضر والمستقبل بين مبابي وكريستيانو. بطبيعة الدور الربع نهائية باش تتواصل نهار السبت، المنتخب الإنجليزي يلعب ضد المفاجأة سويسرا، وختام الربع النهائي باش يكون هولندا والعنيدة والمقاتلة تركيا. في الكوبا أمريكا الليلة ولا خلينا نقول فجر غدوة ما دي ساعتين الدور الربع النهائي بين الأرجنتين والإكوادور، ومازال برشا شك حول مشاركة ميسي في المقابلة هذه بعد الإصابة ضد الشيلي. في برنامج الربع النهائي فنزويلا تلعب ضد كندا، كولومبيا ضد بنما، ولحد فجر منتخب البرازيل يلعب ضد الأوروغواي بأبرز غياب فينيسيوس اللي مش بيكون موجود بسبب الإيقاف. والحقيقة البرازيل ما وردش حاجة كبيرة حتى أنه ظهر بمستوى أقل من العادة وترشح حتى ثاني في المجموعة. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور. We'll be right back.